خرجوا في منتصف الليل منددين بالفساد الحكومي. سكان منطقتي خرنابات والهويدر في ديالا يتظاهرون أمام مبنى مجلس المحافظة في بعقوبة احتجاجا على استمرار انقطاع الكهرباء المتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة. وعلى الرغم من وجود واحدة من أكبر محطات توليد الكهرباء في المحافظة، إلا أن القطع المبرمج للكهرباء ما زال هو السائد في جميع مناطق ديالا. انطونا حقنا بالكهرباء، محطة المنصورية تغذي المحافظات كركوك مدري بغداد ما اعرف ياها، واحنا ما عندنا كهرباء صار مثل البقرة الحلوبة. نقول لكم يا اخوان نريد مطالبنا باعطاء الكهرباء للناس الفقراء. سكان خرنابات والهويدر رفعوا شعار الغاء جباية خصخصة الكهرباء التي يرى المتظاهرون ان لا فائدة منها، او الذهاب الى اعتصام مفتوح يبدأ بعد انتهاء عيد الفطر. إن شاء الله إذا الله خلانا منا للعيد، المظاهرات إذا ما صارت مطالبنا والخصخصة ملغت في محطة ديالى، سوف أسوي شوادر وخيم وهنا اعتصام مفتوح. بالمختصر المفيد، وضع فاسد نريد نغيره، وخصوصا الكهرباء، وعلى رأس قائمة الكهرباء الخصخصة. هسه مظاهرة بسيطة تتحول إلى اعتصام، وهي لكل حادث حديث إن شاء الله. احنا هسه مظاهره سلميه، وهذا علمنا رافعين علم العراق. وكان الناطق الرسمي باسم وزاره الكهرباء مصعب المدرس قد صرح في وقت سابق ان الجانب الايراني اوقف خط استيراد الطاقه ميرساد ديالا الذي يغذي المحافظه بطاقه تصل الى 400 ميجا واط بسبب عدم تسديد الحكومه الفواتير المستحقه للجانب الايراني، وهو ما يفاقم من ازمه انقطاع الكهرباء بين الفينة والأخرى.